نظم حزب مستقبل الوطن بمدينة الغردقة مؤتمرا جماهيريا حاشدا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وذلك بحضور الآلاف من مواطني محافظة البحر الأحمر وممثلي الأحزاب والتيارات السياسية ومختلف طوائف المجتمع. وخلال فعاليات المؤتمر أشار أمين تنظيم حزب مستقبل الوطن بالبحر الأحمر أحمد الدقاق إلى ضرورة وعي الجميع بحجم الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي، مؤكدا أنها لم تكن لتتحقق بدون استقرار وأمان ينعم بهما الشعب المصري. المؤتمر جامع جميع أبناء محافظة البحر الأحمر بجميع أطيافها وقبائلها وشبابها ونسائها، كمان زي ما حضراتكم شايفين النهارده مشاركين معانا كمان أهالينا، أهالي مدن الجنوب. المؤتمر المستهدفين فيه من 12,000 ل 15,000 مواطن، لنعلن سويا جميعا بتأييد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل أطياف الشعب المصري متواجدة معانا هنا في البحر الأحمر في مدينة الغردقة عاصمة البحر الأحمر لدعم وتأييد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة، ولا ننسى برضو يعني المواقف وآخرها، وبنشيد موقف السيد الرئيس في القضية الفلسطينية. ويعني فعلا العالم كله رأى أن مصر يعني لها دور كبير جدا في عدم تهجير أهل غزة بفلسطين. بنأيد سيادة الرئيس وبنقول له يا رئيس نعم وألف مليون نعم لحضرتك من الإنجازات اللي عملت في جمهورية مصر العربية بصفة عامة وفي مدن البحر الأحمر بصفة خاصة. احنا بنقول له سيادة الرئيس، بنقول له نعم يا سيادة الرئيس على الإنجازات اللي انت عملتها، ومحافظة البحر الأحمر بتأيد حضرتك كلها عن بكرة أبيها، والناس مبسوطة، ولازم نقول نعم للإنجازات، للحكمة، للعطاء اللي انت عطيته لمصر. حزب مستقبل الوطن حريص من عقد هذه المؤتمرات الجماهيرية على توعية الجماهير بأهمية المشاركة والوصول لنسب مشاركة عالية في الانتخابات القادمة، طبعا تعبيرا عن رأي الشارع ولإرسال رسالة للعالم الخارجي باستقرار الأوضاع في مصر والدعم اللي بيحظى به السيد الرئيس. جئنا هنا من أجل المحبة ومن أجل الاستقرار ومن أجل الدعم وبناء هذا الوطن. لماذا الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ حقيقة نقول نحن شهدنا في الفترة الماضية العديد من الإنجازات التي يعني يلمسها القاصي والداني من بنية تحتية وافتتاح مشروعات، وأفضل ما تم في الفترة الماضية هو مشروع حياة كريمة الذي نال أبناء الصعيد